عبادة تعرف باعتبارين، باعتبار العمل وباعتبار العامل. باعتبار العمل تعرف كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى حيث قال أنها اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة كالصلاة والباطنة كالخوف والرجاء التوكل. تعرف باعتبار العامل هي التذلل لله سبحانه وتعالى، فعل الأوامر واجتناب النواهي محبة وتعظيما. هذه العبادة تعرف باعتبار العمل واعتبار